للحديث عن تغيرات الطقس ينضم معنا عبر الهاتف متحدث المركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. أهلا بك أستاذ حسين، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. إذن يوم الأمس تحدثنا عن الاعتدال الخريفي الذي بدأ منذ ليلة الأمس، نشهد هذه الأيام أو هذا اليوم تحديدا تغير في الأجواء لطيف إلى حد ما في فترة الظهيرة خصوصا في المناطق الوسطى. ماذا نتوقع أيضا للأرصاد خلال 24 ساعة القادمة في مختلف مناطق المملكة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حقيقة نستقبل اليوم الوطني لمملكتنا الغالية. نعم. والمركز الوطني للأرصاد يعني طرح مبادرته الإعلامية حول أجواء الوطن في يوم الوطن ضمن تقارير متتابعة على مدى 24 ساعة للتعريف بمعلومات الطقس على مناطق المملكة والتعاون مع الجهات التي تقيم أنشطة سواء في المناطق والمحافظات بمناسبة اليوم الوطني. بصفة عامة يعني المؤشرات تشير إلى أن معظم مناطق المملكة حقيقة مستقرة بشكل نسبي ما عدا المرتفعات الجبلية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة وأيضا أجزاء من تبوك قد تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة كلما اتجهنا جنوبا لمرتفعات عسير وجازان. الأجواء درجات الحرارة نسبيا يعني معتدلة في هذه الأيام ولا توجد هناك ظواهر جوية على كثير من مناطق المملكة ما عدا المناطق التي تم ذكرها خاصة المرتفعات الجبلية ومنطقة مكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة. جميل. فيما يتعلق أيضا بأيام نهاية الأسبوع يعني أبرز المناطق، يوم الأمس تحدثنا أنه خلال الفترة القادمة أو الأسابيع القادمة ستشهد يعني المنطقة الوسطى والشمالية وكذلك المنطقة الغربية أو توقع لهطول الأمطار في هذه المناطق، هل سنشهد هذه التغيرات خلال الخمسة الأيام القادمة؟ نعم، ما زالت تقارير المركز الوطني للأرصاد تشير إلى احتمالية الأمطار على المرتفعات الجبلية وأيضا يعني سواحلها على منطقة مكة المكرمة وأيضا عسير والباحة وجازان تمتد كما ذكرت إلى المدينة المنورة. المناطق الأخرى نسبيا قد تكون مستقرة ما عدا نجران أيضا قد تشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة واحتدال نسبي في درجات الحرارة. جميل. فيما يتعلق بالموجات الغبارية أستاذ حسين، هل يعني هذا موسم الموجات الغبارية التي ممكن أن نشهدها خلال هذه الفترة أم ليس هناك يعني توقع بحدوث مثل هذه الموجات؟ نعم حقيقة، أولا الموجات الغبارية أو الرياح النشطة تنقسم إلى قسمين. الرياح النشطة التي تؤثر على مناطق المملكة الناتجة عن يعني الظواهر الجوية أو التي تتأثر بسبب تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة التي عادة ما تصاحبها الرياح نشطة في بدايتها، وهذه ما تؤثر على المرتفعات الجبلية أو المناطق المتأثرة حاليا بالأمطار وهي المرتفعات وأجزاء من المدينة المنورة. معظم مناطق المملكة الأخرى قد تكون بها رياح نشطة لكنها خفيفة غير مؤثرة إن شاء الله. بإذن الله. أشكرك متحدث المركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني، شكرا لك.